مهرس جديد مهرس جديد. كل مرة عندها أصحاب قدم ما فيها باس ومرحبا بيهم بطبيعة كان نساء ومن بعيد لبعيد. هذا عشيري وكيخويا وقرا معايا ادخليهم في دار بوها. لازمك من الأول تكبس عليها وتمنع عليها الأولاد لأصحاب قدم ولا جدد ولازم مالئك في الخدمة. وماذا بيك زادة تخليها تخدم خدمة كلها نساء مكان الشدد عليها المراقبة كيما وصيتكم. وبرا عاد كان نهار خرجت تفطر مع أصحابها في الخدمة وخرج معهم راجل وحصلت وهبطوا لها تصويرة. بطبيعة ما كنت ديما تتبع فيها فاش تعمل ديريك تخلط عليهم ويجابيناتهم وأقعد. وكان نهار روح بها زميلها قلها تكلمه يرجع يهزها منين جات خاطرها باش تتعدى ليلة من ألف ليلة. وفما نساء مستنسين قبل العرس يعرفوا ولاد ويخرجوا يدخلوا قال شنوا شلة مع بعضهم كالخوات. سايب عليك من الكلام الفارغ الخوات كان من الأم لازمك ما تبرد وترتاح كان ما ترجع لها الفازة وترجع تكلم زوز ولا ثلاثة بنيات تعرفهم من وقت القراية وتخرجوا مع بعضكم تعملوا زنس جو هو بيدو تنساو الدنيا وتتذكروا أياماتكم. كهو واحد واحد وهي بطبيعتها باش تولي تعصى لروحها. وحتى هي كي تحب تغزلك وتحكي لك على طفل تعرفه قول لها يا حسرة كنا أصحاب أنا وياه هاني باش نكلمه ونسأله. هكاك تلقى روحها تفجت وتشد بابو شدها. مهرس جديد مهرس جديد.